الشباب الكبار وسذتهم طيحوا لهم قدرهم في دار وزارة الصحة دار الضبة. موقف رسم من العباد اللي في وسط وزارة الصحة على الدنيا السلام. اليوم إذا كان وسائل الإعلام اللي سجلت اللي صار ما تعديهش بالوطنية وبجميع وسائل الإعلام الموجودة اليوم على الدنيا السلام. اليوم بلادنا فهمنا اللي السلطة الموجودة لهنا لا هي تقدر لا في مصلحة المواطن ولا هي تقدر في العباد اللي تخدم المواطن. سيدي الوزير أين أنت أمام هذه المسألة؟ يا المكي يا شباب إجا أهبط للميدان. يا المكي يا شباب إجا أهبط للمكان. 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 ما ناس خايفين